السلام عليكم خاوتي أزور، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفين أكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية، وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب العربي الكبير من المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى موريتانيا. خوتي حصة اليوم إن شاء الله سنتكلم على أمر مهم ومهم جدا، نتكلم على تحضيرات المنتخب الوطني الجزائري لمبارياته الشهر مارس بعد حوالي أقل من أسبوعين، وهي أكثر من أسبوعين، يوم 24 ويوم 28 أو 27 مارس ضد النيجر، مش نيجيريا، النيجر جاي في الحدود مع تشاد والجزائر. ونشوفوا اسكو كاين ان بروجي للناخب الوطني شباب الماضي، هل يشتغل، هل قام بعمل دؤوب من اجل ضخ دماء جديده وكما يقولوا بعت روح. نحاولوا المنتخب الوطني، مشكل تاعها في الروح هذيك القتاليه، هذيك راح هذيك الروح، الرغبه عند اللاعبين. ولكن جبنا لكم مقارنه شفتها انايا في المواقع الرسميه للاتحاد الكاميروني لكره القدم، شفت الغوبر سونغ المدرب الذي فاز علينا وتاهل الى كاس العالم في مباراة ستبقى للأذهان مباراة هيتشوكية درامية دراما. للأسف المنتخب لم يتأهل إلى مونديال قطر الذي انتظره الشعب الجزائري بكل شغف. ولكن شفت أنا يا لوغو بيرسونغ دار جولة أوروبية مع نائبه سيباستيان الفرنسي، وذهب لعدة ملاعب أوروبية، وشفناه راح في ديربي تاع البريطان نونت ضد ران، وراح شاف إيكامبي، شاف كريستوف واو، شاف كاستيليتو، وشاف غاناغو، والحارس الواعد ماداندا، حارس ران، حارس اللي عنده شاب عنده مستقبل، راح نيغوسا حكى مد الرغبه، حضر البروجي تاع الكاميرون. وشفته امس الجمعه راح الديربي القوي، راح لايطاليا في مباراه نابولي ضد روما، وتلاقى مع اللاعب فرانك زومبو لاعب نابولي، ودار كما يقول دار ان ايشونج بينه بها الجوال، ودار من قبل ودار عده جولات في عده مدن اوروبيه من اجل ان يبعث الروح. وعندهم ماتش ثاني، ماتش ماهوش عندهمش ماتش حقوي، عندهم هما ثاني ماتش ضعيف ضد ناميبيا اللي جايه في شمال جنوب افريقيا، جايه في سود افريقيا حدود تاع زامبيا وانغولا، وكوتي غرب عندهم حدود تاع بوتسوانا، وفي جنوب ناميبيا عندهم جنوب افريقيا، وعلى الجهه الغربيه عندهم المحيط الاطلنطي، والجهه الشرقيه عندهم بوتسوانا. لهذا مباراة تانية منتخب ناميبيا منتخب مغمور، على ما اظن عمره ما تكلف الكوب دافريك، ولكن سونغ راه يعمل عنده ان بروجي، راه يعمل عليه راح يخدم. وما غادي سونغ خاوتي توشي يتوشي 28000 ولا 30000 اورو بروت، بنات تلحق واحد 20 ولا 21000 اورو، 22000 كاع ما با 20000. وحنايا 232000 اورو نت، 232000 اورو نت، تحسب الاورو راه يدير 22 كاك، غادي يطلع 6 ملاير، وعندو 500، عندو 50000 اورو تاع موبيليس، مليار في العام تاع موبيليس، سي بون، بلوس دو 6 مليار، وستاف تاعي دي قريب 2 مليار، قول 8 ملاير في الشهر، كاش ما دار جولة أوروبية، سي طاق روحه، بالانترنت، شوفوا لي ذاك الجوال، شوفوا لي ذاك الجوال، أيا وصاي. والحمام طار،
هكذا نبني تاريخ مستقبل الكرة الجزائرية، مستقبل منتخب الوطن الذي هو لا فيترين تاع الجزائر. لكن يجيك الهيشر نو خط احمر وردي، خط الوردي صنعت ناخب وطني فوق الجميع، ممنوع اللي حاسبه، ما حضرش لا فينال تاع الشان كاش اللي حاسبه. 4 اشهر خاوتي، 4 موا، شوفوا 4 موا شعلتوش، ندير لها حصادي تاع 4 موا. 4 اشهر ما ضربش ضربه، والفي اي بي وصواله ولي بريم وكان غير من نجي لاجيري يدي 400 اورو في النهار، قريب 10 ملايين تاع ليزانديميتي تاعه. بوغري مسكين يدي 15000 اورو في الشهر. وما جبنا كوب دار فرحنا، وجا رحنا فيناليست تاع الشان وخسر بضربات الجزاء، ضربات الترجيحيه. ايوا غادي نروح بكم هنا، هيا خرجوا دافعوا، ولا تروح تنتقدوا غوارديولا، تنتقدوا انشيلوتي كليتو خسر مع البارسا، انشيلوتي مشي مدرب كاع قال لك داير لك دي شامبيون دي كاع حبوب كاع لا رابح ليفربول مجرجرها في لافينال تاع ليك دي شامبيون وربحها هاد الخطره. ينتقدوا يقول لك مشي مدرب غوارديولا كون ما يلعبش بمحرز يقول لك مشي مدرب، بصح الخط احمر نو ثم نكار الخير يقول لك هاي شر. انا هاي شر خلاص سيدكم ثم نكار الخير جابنا كوب دافريك 2019. انا شتغي لي زانجينيير ولا العرب عايشين بالماضي، عايشين بالباسي 2019. كوب دافريك داتها زامبيا نورمال، داتها كوت ديفوار كاع الدواء كاع افريك داتها. مصر داو 3 كوب دافريك مع شحاته، كش ما قدسوه ولا داروا لها ولا تمثال في القاهرة ولا ولا نورمال قاعد نورمال، ما حد ماش دايرها فيه عادي. حنا نو هذا خط احمر قوس قزح، هذا خط وردي يا حسرة. هيا ها كش ما شفتو دار جوالات وراح وتلاقى مع جوالة كيما كانوا يديروا ليزونس وقت حليلوزيت وقت غوركيف ولا كانوا يتمشوا الناس كانت تحلل دراهمها. سين ما خدم والو والو، ما دار حتى حاجة، ما دار حتى حاجة، ما تهضرش معاه. وجدت الصحافة تشيت له، قالوا له في الايروبور من هنا تقول من عاد تكون هذا السلطان تاع الجزائر، لافوت مشي فيه هو، لافوت في الهيشر ولافوت في النظام. هاني استقبله النظام وعطاه كارت بلونج وقال له ما على بالك في واحد سي بون، ولا يعين رؤساء الفاف ولا رئيس الفاف يخاف منه، قال لك زبزابيني بغيت يتلاقى بها عشاكم يدير لي كوش باش يهضر معاه بالماضي. يوخو كارثه يا خوتي والله، ما عنديش وين نروح بكم، وين نروح بكم خوتي، ما عندي وين نروح. دخلت بعضها تري هادي اخو فيها اعظم، بصح معليش داوم الحال من المحال. يجي الوقت غادي تندموا كاع على الشيطه اللي راكم تشيتوها والانبطاح. نيجيريا ردتوها في الحديث بهذه الطريقه تاع تقديس العباد، يقول كل انا ما قدسهاش، كي ما قدسش بغيت تقتل على جاله، كل ماكش مقدسه. صح كاين كاين فئه كثيره حوالي 40 او 50% فاقت، لكن هذه 50% الله غالب من بكري كيما هكا، هذه 50% معناها تعلم اللي يتزوج بامها هو ابوها نورمال، اللي تقول لك اللي يقول لك اللي يتزوج بامها هو ابويا، ما كان اللي يجيب غل يغضب بالدار يقول لك سيب هذا هو اللي غادي ينقد الجزائر. قاطع ضابير فرنسا وهذيك كي يقول لها الرنانه هذيك الخطابات تاع الهف. ولا خاوتي عطيناكم باللي تاع الكاميرا حاجه كبيره، وحنايا والو في الولو. تحياتي وانتو تيلي فيلاجيري.